هناك عزة ممقوتة مرفوضة. ما قاله فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لما اعتز فرعون بملكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فماذا كانت النتيجة؟ يقول أهل العلم: أجرى الله الماء من فوقه فكان من المغرقين. أجرى الماء من فوقه، عزة في غير محلها ولغير أهلها، فأذله الله في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تبارك: وكان له ثمر فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فماذا كان من الله تبارك وتعالى؟ أن أرسل عليها الريح وأتلفها سبحانه وتعالى. عزة في غير محلها، وهذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه، الذي رد الحق ورفضه ولم يقبله، أخذته العزة بالإثم، فكانت النتيجة فحسبه جهنم وساءت مصيره. فنحرص إذن على هذه العزة التي يطلبها الله منا سبحانه وتعالى ويقبلها الله منا سبحانه وتعالى، ولنتذكر دائما وأبدا حديث ابن عباس، وليكن يعني هو القدوة لنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا قائدنا، هذا هجيرنا، هذا الذي نقول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعزنا جميعا بانتسابنا لهذا الدين العظيم، وأن يعز هذه البلاد، وأن يعز بلاد الإسلام كلها، وأن يرفع شأننا كما ارتفعنا قديما، أن يرفعه في زماننا هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون ذلك كله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.